سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا ما دامت السماوات والأرض، لك الحمد على نعمتك الذي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية وعلى نعمة التوبة وعلى نعمة الهجرة وعلى نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ذرياتنا من أهل القرآن ومن حافظ القرآن ومن حامل القرآن ومن عامل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا وفي كل بلاد المسلمين.
اللهم اجعل هذا جمعنا، اللهم اجعل هذا بلدنا بلدا آمنة مطمئنة، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على الكفار يهود إسرائيل وشركائهم، وشطط شملهم وفرق جمعهم. اللهم اهزلهم وزلزلهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، اللهم ارزقنا ليلة القدر، والحمد لله رب العالمين.